مرحبا بكم جميعا، نورتوني. تحياتي لكم ناس متابعين، ناس جداد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين فيما كنتوا. كيف ما العاده نتمنى تكونوا بالف خير وهنا وسلامه، ونتمنى منكم كل خير ونتمنى لكم كل خير. معكم حكيمه دائما. مساء الخير ناس اللي عندها المساء، وصباح النور ناس اللي عندها الصباح. نحبكم في الله الكريم. كلنا كنعشقوا الطبيعه وكنعشقوا الهدوء. في هذه اللحظه كنهديكم هذه الجوله الخفيفه الظريفه الرائعه من حديقه عريقه بزاف، وهي حديقه درب مولاي الحسن بأسفي. حديقه جميله بزاف، وهي لها تاريخ عريق وقد تم تجديدها من جديد. كنهديكم هذه الجوله منها خفيفه جميله، نتمنى تنال اعجابكم. مرحبا بكم وبالدعم ديالكم، ما تنساوناش بالدعم ديالكم فضلا وليس امرا. تحياتي، بقوا معايا في هذه الجوله الرائعه، نال اعجابكم ان شاء الله، وراحه نفسيه جميله مريحه في هذا الصباح بجو ضبابي رائع هنا مباشره من حديقه درب مولاي الحسن بأسفي. حديقه جميله بزاف وهدوء تام. تحياتي لكم ومرحبا بكم كاملين، نحبكم. هدوء المكان وجمال الطبيعة وجو ضبابي رائع وفسحة جميلة خفيفة كنهديها لكم وكنشاركها معكم وكنرحب بكم كاملين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم دائما. حديقة درب مولاي الحسن من الحدائق العريقة بأسفي، وقد تم مؤخرا تجديدها بمنظر رائع، وهي تتميز بالهدوء وجمال المكان، وتتواجد بمنطقة شمال أسفي بجانب حي درب مولاي الحسن وبجانب حي سيدي عبد الكريم وحي واد الباشا. وهي حديقة جميلة بزاف، عشاق الطبيعة وعشاق الهدوء وعشاق الحدائق وعشاق الأشجار العريقة نورتوني وشرفتوني. تحياتي لكم كاملين وبكل الناس، مرحبا، أحبكم.